مرحبا بكم في قناتنا على يوتيوب، حيث نسلط الضوء اليوم على شخصية رياضية محبوبة وموضوع يلامس قلوب الملايين. نحن على موعد مع قصة لأسعد جردشابي، المدرب التونسي السابق للرجاء الرياضي، الذي أشاد بجمهور الفريق العريق في تصريحات تلفزيونية بتونس. سنغوص في تفاصيل تصريحاته ونستعرض تأثيرها على الساحة الرياضية والاجتماعية في هذا الفيديو الجديد، حيث نتحدث عن تصريحات لأسعد جردشابي التي أثارت الإعجاب والفخر بين جماهير الرجاء الرياضي. سنتعرف على كيفية تفاعل الشابي مع الجمهور العريض للرجاء، ونستمع إلى كلماته التي تحمل في طياتها الكثير من الحب والتقدير لهذا الفريق العظيم. تغنى لأسعد جردشابي المدرب التونسي السابق للرجاء الرياضي بجمهور الأخير، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية بتونس. وقال الشابي إن المغرب بلد 40 مليون نسمة، 18 مليون منهم يحبون الرجاء الرياضي. وأضاف قائلا: أينما تذهب تجد مشجعين للرجاء. وتابع الشابي: 18 مليون أكثر من تونس كاملة. وكان الشابي قد قاد الرجاء إلى التتويج بلقبي كأس الكاف وكأس محمد السادس للأندية الأبطال. ثلاثي في التحليل الفني، سعيد جدا اني بشرحب به، زاد هو باعتبار انه ضيفنا بطل العرب وبطل افريقيا، المدرب الذي خرجت بسببه جماهير الرجاء يا سي عمار الى الشارع واعتصمت ودخلت في حاله من الهستيريا بعد مغادرته نادي الرجاء البيضاوي، صديق جوارديولا، رفيق درب مورينيو وعشير يورغن كلوب، الكوتش لأسعد جردة. مساء الخير، اهلا وسهلا. شكرا مقدمه، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو ايفان. بالحق عجبتك الديباجه والمقدمه ولا لا؟ بالحق الحمد لله. ان هي احسن حاجه عجبتك انك تكون بطل العرب وبطل افريقيا، والا الجماهير التي اعتصمت بعد خروجك، جماهير الرجاء وما ادراك ما الرجاء، ولا انك تكون صديق جوارديولا ولا الجماهير. الجماهير على خاطر راهو اليوم في الكوره، اذا كان الجمهور حبك تمشي لبعيد. يا سيدي مرحبا بك، ان شاء الله جماهير الانديه اللي تدربهم الكل ديما فرحانين بيك وتحقق الالقاب الاقليميه والقاريه والعالميه. نحب نقول لك انا عايش برشا حاجات، اما جماهير الرجاء عالم اخر. اوه يا خويا، تحيه ليك وتحيه لكل جماهير. تغشوش عليك لهنا ولا حاجه؟ الرجاء الجماهير تاع الانديه الكبيره. لا لا، خلينا نكلمك انا حاجه، بلاد فيها 40 مليون و18 مليون يحبوا الرجاء، وين تمشي العباد؟ ما تنجمش تدور في الرجاء كي تدور لونتريور نتاع الرجاء. حاجه انكرابل، 18 مليون اكثر من تونس كامله. دونك لكن بطبيعه الحال نحترم كل الجماهير الموجوده في تونس. الحمد لله وين نمشي في تونس يحبوني، في صفاقس، في سوسه، في تونس نحس بروحي في كل بلاصه في داري. يا سيدي انت تفرض الاحترام للجميع، مرحبا بك كوتش لأسعد جردة، ان شاء الله باش ترافقنا في التحليل الفني. مش كان اليوم زاد باش يجي معنا زاد هكا ولا لا؟ باش ترجع لنا عديد من المرات. مرحبا بك. مرحبا بك لأسعد جردة. يذكر ان اخر احصاء لتونس خلال السنه الجاريه بلغ 12 مليون نسمه. وفي الختام نتمنى ان يكون هذا الفيديو قد اضاف الى معرفتكم واثر تجربتكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المميز. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.